هذه صافرة البداية في هذا التحدي خصص المتسابق سالم الدوسري الحاشي رقم 2، وهذه ابتسامة سالم اللي يحضر في هذا التحدي. وسالم انطلق بكل سرعة وحماس، وسالم اقترب من الفوز بهذا التحدي، وهذا حماس الجمهور، وهذا حماس أهل البل، وهذا إرثنا العظيم اللي متوارثينه ومتعرفين عليه متوارثينه أبا عن جد في هذا الإرث العظيم وهذه المحاولات. وهنا جمهور البل في هذا التحدي وهذه المنافسة، ولا زال سالم حاضر. طبعا وضع لكل متسابق أدوات سلامة وكذلك تعليمات للسلامة، ولا زال الوقت لسالم الدوسري والحاشي رقم 2 في هذا التحدي وفي هذه المسابقة. طبعا آخر الثواني في هذا التحدي لسالم الدوسري، معها ينتهي الوقت. وخلونا نسمع تحية لسالم الدوسري. هذا بداية الجرس وبداية التحدي خصص للمتسابق دقيقة واحدة في هذا التحدي، خصص له القعود رقم 1 واللي ظاهر الآن في الميدان. طبعا هذا المتسابق منيف الدوسري يحاول، منيف وهذه تحية جمهوره، منيف طبعا في أكثر من محاولة ويعطي القعود مهلته وينتظر منيف، وننتظر لجنة التحكيم اللي تقول أعد طرح القعود ولا. وهذا هو منيف، والف مبروك لمنيف الدوسري في هذا التحدي في مسابقة القعود، قعودك لا طرحته. طبعا لجنة التحكيم هنا خصصت طرق طرح رسمية وهي طرح القعود على جنبه، وهذه من شروط المسابقة. هذا منيف الدوسري كسب أول التحديات. يستعد المتسابق سعد الدوسري في هذا التحدي، وتنطلق صافرة بداية التحدي خصص له القعود رقم 2 في هذا التحدي سعد الدوسري، وهذه تحية جمهوره. وسعد يحاول في هذا التحدي في مسابقة القعود، قعودك لا طرحته، لجان التحكيم وضعت التقييم ووضعت بنود هذه المسابقة، واللي وضحت لكامل المتسابقين كذلك وضع المتسابقين خوذة للسلامة وصدرية حرصا على سلامتهم. خصص المتسابق دقيقة في هذا التحدي، ولا زال سعد الدوسري يحاول وينتظر. طبعا خصص لكل متسابق دقيقة في هذا التحدي وفي هذه المسابقة. لجنة الفعاليات تقيم عدد من المسابقات المحببة عند أهل البل، مثل مسابقة القعود قعودك لا طرحته، ومسابقة كذلك شد الرحول سابق، والعديد من الفعاليات خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى. وهذا سعد يحاول وجمهوره، وانتهى الوقت. وخلونا نسمع تحية لسعد الدوسري.